بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يوجب الغسل وصفته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، بدأ يتكلم المصنف عن موجبات الغسل الستة أو بعضها وصفة الاغتسال. ويجب الغسل من الجنابة، وهي إنزال المني بوطئ أو غيره، أو بالتقاء الختانين، وخروج دم الحيض والنفاس. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر موجبات الغسل، فذكر من موجبات الغسل أولا قال إنزال المني بوطئ أو غيره. انظروا معي، هذه مسألة مهمة جدا، وقد يكون قد تكون بعض جزئياتها خافية عن بعضنا. خروج المني من الرجل أو المرأة موجب للغسل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء. هذا الحديث منطوقه محكم، ومفهومه وهو الحصر منسوخ، كما سيأتي إن شاء الله بالتقاء الختانين. فإنزال المني موجب للغسل بإجماع أهل العلم، والمرأة والرجل سواء. فقد جاء من حديث أم سلمة أن امرأة من الأنصار سألت النبي صلى الله عليه وسلم: هل على المرأة غسل إن هي احتلمت؟ قال: نعم. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة تحتلم، ولكن ماءها ماء أصفر رقيق. المسألة الثانية أن الخارج من الرجل غير البول ثلاثة أشياء، والمرأة مثله، فإن المرأة تخرج منها هذه الثلاثة أشياء، ذكرها ابن عقيل في بعض كتبه: مني ومذي وودي. الأول مني ومذي وودي، ما الفرق بين هذه الثلاثة؟ أما المني فإنه يعرف بأمرين: يعرف بصفته وهيئة خروجه. فأما صفته فإنه في الرجل ماء أبيض ثخين، وفي المرأة ماء أصفر رقيق، وله رائحة مميزة، يقولون كرائحة صفار البيض، وهو معروف، هذه صفته من حيث الطبيعة. أما من حيث هيئة الخروج فلا يكون الخارج منيا إلا إذا كان قد خرج دفقا بلذة، لما ثبت عن علي رضي الله عنه وابن عباس أنهما قالا: إذا فضخت فاغتسل، وإذا لم تفضخ فلا تغتسل. إذن إذا خرج هذا الماء بلا لذة أي بلا شهوة فليس بمني، أو إذا خرج هذا الماء من غير دفق فليس بمني. طيب ماذا نسميه؟ نقول إن خرج على صفته لكن على هيئة خروج مختلفة، ليس دفقا ولا بلذة، فنسميه وديا. وما الفرق بين الودي وبين المني؟ عرفنا الفرق بينهما في صفة الخروج، وأما الفرق بينهما في الحكم فإن المني طاهر موجب للغسل، بينما الودي نجس موجب للوضوء فقط كالبول. بعض الناس يحمل الثقيل ثم إذا حمل شيئا ثقيلا خرج منه شيء يشبه المني، نقول هذا ليس منيا، حكمه حكم البول، يسمى ودي. وما زال بعض القبائل عندنا تسميه ودي باللهجة الدارجة. أيضا بعض الناس في البرد الشديد يخرج منه ذلك. إذن عرفنا المني وعرفنا ماذا؟ الودي. النوع الثالث المذي. وما هو المذي؟ هو ماء رقيق أحيانا يخرج لشهوة وأحيانا يخرج من غير شهوة لمرض، وهذا الماء الرقيق نجس وحكمه حكم البول، فعلى المشهور يجب غسله ولا يكفي فيه النضح، ويجب فيه الاستنجاء، وقيل يجب غسل الذكر والأنثيين لزيادة جاءت عن عروة ابن الزبير أنه يغسل فيه الذكر والأنثيين وهو الأولى والأحوط. طيب وضحت هذه الأمور الثلاث. أعطيكم سؤالا: رجل خرج منه بعض ماء دفقا بلذة فاغتسل له، ثم بعد الاغتسال خرج منه مثل هذا باقي الماء، هل يغتسل مرة ثانية أم لا، ولماذا؟
يتوضأ. لماذا؟ لأن الماء الثاني خرج من غير دفق، وإن كان سببه الأول لكنه تأخر ولم يخرج إلا بعد. واضح المسألة؟ طيب، بعض العلماء يجعل هذا الموجب، ما هو الموجب؟ اقرأه، اقرأ الموجب أمامك، إنزال المني بوطء أو غيره. طبعا تعبير المصنف بإنزال ظاهره أنه لا بد أن يكون بفعل منه، وقصده أن يكون بشهوة، لأن نزول المني قد يكون من غير قصد وإرادة منه، فهو موجب كذلك وإن لم يكن بقصد منه، لكن مراده بالتعبير بإنزال أي أن يكون لشهوة. طيب، انظر معي، بعض العلماء يجعل هذا الموجب موجبين وليس موجبا واحدا، فيقول إن الموجب الأول هو انتقال المني، والموجب الثاني هو خروج المني، فيرون أن مجرد الانتقال من الصلب موجب للغسل. فلو أن امرأة أحس بانتقال المني من محله لشهوة ولكنه لم يخرج منه، إما بمنع من الشخص هو منع خروج المني أو أنه لم يخرج، نقول وجب عليك الغسل، لأن الغسل متعلق بالانتقال، هذا الموجب الأول. الموجب الثاني الخروج، نقول الخروج يكون موجبا بشرط أن يكون بشهوة إلا إذا كان نائما، فكل خروج للمني يكون موجبا للغسل لأنه يسمى احتلاما. وضح دقة تفصيل بعض العلماء حينما قسموا هذا الموجب إلى قسمين، إذا جعلوه انتقالا من الصلب فيكون موجبا وخروجا. لماذا أفردوا الخروج؟ لأن الخروج إذا وجد حال النوم أو حال الجنون أو الإغماء فإنه يكون موجبا وإن لم يتذكر شهوة، فيكون موجبا للغسل. والنتيجة إذا أردت تجعلها قسمان أو تجعلها موجبا النتيجة واحدة. نعم، أو بالتقاء الختانين. نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، ثم جهدها فقد وجب الغسل. والمراد بالتقاء الختانين ليست المماسة، وإنما المراد بالتقاء الختانين تغيب الحشفة، فإذا غيبت الحشفة فقد وجب الغسل. وأما مجرد المس من غير تغييب فالعلماء يقولون يجب به الوضوء ولا يجب به الغسل. ذكروا ذلك في باب نواقض الوضوء من باب القياس الأولوي. نعم، وخروج دم الحيض والنفاس، وهذا بإجماع، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وموت غير الشهيد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست، وذكر منه يعني ما يتعلق بجنازته ومنها ما يتعلق بالتغسيل، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسلن ابنتها فقال اغسلوهن، فدل على الوجوب. واستثني الشهيد لأن الشهيد لا يغسل فإنه يدفن بملابسه. وإسلام الكافر، نعم، وإسلام الكافر لأنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض من أسلم، وسيأتي الحديث، أن يلقي عنه شعرة الكفر وأن يغتسل. قال تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، نعم، هذا دليل على أن الجنابة بنوعيها، وهو التقاء الختانين أو خروج المني دفقا يكون موجبا للغسل. وقال تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، هذا دليل على أن خروج دم الحيض والنفاس يكون موجبا للغسل، أي إذا اغتسل. التطهر معنى الاغتسال. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من تغسيل الميت، نعم، هذا الأمر محمول عند علمائنا على الندب لا على الوجوب، فيرون أن من غسل ميتا فإنما يجب عليه الوضوء ويستحب له الاغتسال. وأمر من أسلم أن يغتسل، نعم، قال وأمر أن من يسلم أن يغتسل، جاء ذلك في عند أهل السنن حينما أمر بعض أصحابه أن يغتسل وأن يلقي عنه شعرة الكفر، أخذ من ذلك أن الاغتسال الكافر إذا أسلم يكون واجبا ولو لم يكن له موجب سابق. وأما صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، نعم، هذه صفة الكمال، فكان يغسل فرجه أولا، نعم، ليزيل ما عليه من النجاسة أو يزيل عليه ما يمنع وصول الماء إلى البشرة أو ليزيل عليه ما عليه من الأذى الطاهر وهو المني، ثم يتوضأ وضوءا كاملا، نعم، وضوءا كاملا حتى معه غسل الرجلين
في بعض طرق الحديث، وبعضها أنه ترك غسل الرجلين وأجلها. ثم يحثي الماء على رأسه ثلاثا يرويه بذلك. نعم، ثم يحثو على رأسه ثلاث حثيات، يروي رأسه بذلك. انظر معي، الواجب في مسح الرأس في الوضوء هو مسح الظاهر أو الباطن فقط، والسنة مسح الظاهر والباطن معا. أما في الغسل من الجنابة فالواجب غسل الظاهر والباطن معا، وإنما يسقط أمران، لا يلزم وإنما يستحب غسل البشرة، وهذا تروية أصول الشعر، لأن حديث تحت كل شعرة جنابة ضعيف ولا يصح. إنما الواجب غسل الظاهر والباطن، وأما البشرة فلا يلزم وإنما يستحب تروية أصول البشرة. الأمر الثاني، المرأة إذا كانت لها ظفائر فإنه في بعض الأحيان لا يلزمها فك ظفائرها، وقد يشير له المصنف بعد قليل. نعم. ثم يفيض الماء على سائر جسده. نعم، قال الشيخ ثم يفيض الماء على سائر جسده. هنا مسألة مهمة تتعلق بإفاضة الماء على سائر الجسد. ظاهر كلام المصنف أنه لا يستحب تكرار غسل الجسد، وإنما يغسل الرأس فقط ثلاثا، فالتكرار خاص بالرأس، وهذا الذي ذهب إليه المصنف هو ما يختاره، وهي الرواية الثانية عن أحمد وانتصر لها الشيخ تقي الدين. وأما المشهور عند فقهائنا فإنه يستحب التثريث في سائر أعضاء الجسد، ودليل من قال إنه لا يستحب مثل ما ذكر المصنف هنا قالوا لأن لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم لا في حديث ميمونة ولا غيرها أنه ثلث غسل جسده، وإنما نقل عنه أنه ثلث غسل رأسه فقط، والمسألة في ذلك خلافها واسع. ثم يغسل رجليه بمحل آخر. نعم، ثم يغسله في محل آخر، قيل إذا كانت الأرض مطينة أي فيها طين، وقيل مطلقا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ميمونة. والفرض من هذا غسل جميع البدن وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة، والله أعلم. يقول إن الفرض الواجب من الاغتسال هو غسل جميع البدن، أي تعميم سائر الجسد، ومن سائر الجسد المضمضة والاستنشاق، فإن تجويف الفم وتجويف الأنف من الوجه، فيكونان داخلان في الوجه، فحينئذ يجب المضمضة والاستنشاق في الغسل، كما أن من الأشياء الداخلة في الجسد ما يكون مخفيا وتسمى البراجم، مثل تحت الإبط، وبعض الناس يكون سمينا يعني جلده يتسفط، فحينئذ يجب عليه أن يغسل جلده وإن كان متسفطا، وهذا معنى تعميم سائر الجسد، فيجب فيه التعميم بالغسل ولا يكفي فيه المسح. قال وما تحت الشعور الخفيفة، ما تحت الشعور الخفيفة مر معنا أن الشعر الخفيف يجب غسل البشرة التي تحته. قال والكثيفة، ما المراد بما تحت الكثيفة؟ أي باطن الشعر، وليس المراد بباطن ما تحت الشعور الكثيفة الجلد، وإنما المراد بما تحتها باطنها، فيغسل الظاهر والباطن، وأما الجلد فإنه مستحب وليس بواجب. قبل أن ننتقل للتيمم هنا فائدة، الغسل من الجنابة لا يشترط فيه الترتيب ولا يشترط فيه الموالاة، فلو أن امرأ غسل رجليه قبل رأسه ارتفع حدثه، بخلاف الوضوء فيلجب الترتيب بين الأعضاء الأربعة، كما أنه لا يلزم فيه الموالاة، فلو أن امرأ كانت عليه جنابة وقبل أن ينام غسل رأسه ووجهه فقط ثم نام، ثم لما استيقظ لصلاة الفجر غسل سائر جسده أو العكس، نقول ارتفع حدثه، لأنه لا يلزم الموالاة بين الأعضاء، ارتفع حدثه الأكبر. نعم. باب التيمم. نعم، بدأ المصنف في البدل عن الوضوء وهو التيمم، وهو بدل عن الوضوء والغسل معا، وهو النوع الثاني من الطهارة، لأنه ذكر في أول هذا الكتاب أن الطهارة نوعان، أحدهما بالماء الثاني بالتراب، وهو التيمم، وهو بدل عن الماء. نعم، قول المصنف وهو بدل عن الماء يدلنا مسائل. المسألة الأولى أن البدل أضعف من المبدل، وبناء على ذلك فإنه لا يصار إليه إلا إذا عدم المبدل، وإذا وجد المبدل والأصل وهو الماء فإنه لا يصح التيمم بل يبطل التيمم. الأمر الثاني
أن التيمم أضعف من المبدل فيما يبيح، وسيأتي في أشياء أن التيمم لا يجزئ عن الوضوء فيها. وهو بدل عن الماء إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة أو بعضها لعدمه أو خوف ضرر باستعماله. نعم، يقول الشيخ إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة لجميع الأعضاء، إما لعدم وجود الماء وهو التعذر الحقيقي الفقد الحقيقي، وإما الفقد الحكمي بأن يكون موجوداً لكنه لا يؤخذ إلا بمنة، أو يكون أغلى من سعر مثله مما يتغابن فيه الناس عادة وإن كان قادرا على المال فلا يلزمه شراؤه، ونحو ذلك من الفقد الحكمي، أو كان ضارا له في صحته بأن يكون استخدامه لهذا الماء يزيد مرضه أو يؤخر برأة أو يشق عليه مشقة شديدة كالبرد الشديد، أو يكون سببا في مرضه ابتداء كحال البرد الشديد إذا اغتسل بالماء فإنه يمرض إذا علم من نفسه ذلك، فحينئذ هذا يسمى الفقد الحكمي، فحينئذ يجوز له أن يتيمم. قال أو بعضها، أي بعض الأعضاء، من لم يستطع غسل بعض أعضائه فإنه يغسل ما قدر على غسله، وما لم يقدر على غسله فإنه يتيمم له. بمعنى رجل يده لا يستطيع غسلها وليست عليها جبيرة ليمسح عليها، فنقول اغسل وجهك، فإذا جاء موضع يدك تيمم، ثم انتقل للأعضاء الأخرى التي بعدها، فحينئذ تجمع، وهذا من المواضع الأربعة التي ذكر العلماء نحوها، يجمع فيها بين البدل والمبدل، لأن البدل هنا عن البعض وهو اليد لا عن الكل، وإلا الأصل في القاعدة أنه لا يجمع بين البدل والمبدل. هنا فائدة في قضية من كان على أحد أعضائه جرح، نقول إن من كان على أحد أعضائه جرح فله أحوال، أخذنا بعضها. الحالة الأولى أن يكون عليها جبيرة، فنقول يمسح الجبيرة، فإن غسل الجبيرة أجزأ. الحالة الثانية أن لا يكون عليها جبيرة ولكنه ولا يستطيع غسلها ولا مسحها معا، فحينئذ يغسل أعضاءه إلا هذا العضو فيتيمم له. الحالة الثالثة، انظر لهذه الحالة الثالثة، أن يكون اليد ليست عليها جبيرة مكشوفة ولكن عليها حروق مثلا وجعل عليها مراهم، لا يستطيع غسلها لكن يستطيع مسحها. الأولى يستطيع مسح البدل وهو الجبيرة، الثانية ليس عليها جبيرة ولا يستطيع الغسل ولا المسح، الثالثة يستطيع المسح وليست عليها جبيرة لكن لا يستطيع الغسل، عليها حروق وفيها دهن كريمات، لو غسلها تضرر الحرق لكن يستطيع أن يبلل يده ويمسح، ماذا يفعل؟ المشهور عند علمائنا أنه لا يمسح وإنما يتيمم كما لو كانت لا يستطيع غسلها ولا مسحها. واختار الشيخ تقي الدين وهو الذي يرجحه المصنف أن المسح مجزئ، وهذه فيها رخصة وهو المفتى به، أن المسح مجزئ. واضح المسألة؟ كثير من الناس يكون له بالذات الجروح التي عليها حروق، نقول لو استطعت مسحها كفاك عن التيمم ولا يلزمك التيمم، فإن أتيت بالتيمم جاز لك. نعم. فيقوم التراب مقام الماء بأن ينوي رفع ما عليه من الأحداث. نعم، بدأ يتكلم عن صفة التيمم، قال أولا أن ينوي رفع ما عليه من الأحداث، لأن النية شرط في سائر الطهارات سواء كانت أصلية أو بدلية، وقلت للأصلية والبدلية مراعاة لاستدلال أبي حنيفة. قال فينوي رفع ما عليه من الأحداث ويدخل الصغرى في الكبرى لأن الفعل فيهما واحد. ثم يقول بسم الله. نعم، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وكذلك سائر الطهارات تقاس عليه. ثم يضرب التراب بيده مرة واحدة، وهذا هو الأفضل، أن يضرب ضربة واحدة ويجوز ضربتان، لأن أكثر الأحاديث كما قال الإمام أحمد أنها ضربة واحدة، وجاء عند الدارقطني وغيره أنها ضربتان لكنها جائزة. يمسح بهما جميع وجهه وجميع كفيه. نعم، قال يمسح بهما، أي يمسح بما ضرب بهما الأرض وجهه، فيمسح الوجه كاملا وعرفنا حد الوجه، ويمسح جميع الكفين. كيف يكون ذلك؟ انظروا معي، الذي يتيمم له حالتان، إما أن يتيمم بيديه
وإما أن يتيمم بخرقة. وفي معنى الخرقة لو تيمم بيد غيره. إذا تيمم بيديه فإنه يضرب بيديه الأرض، استحب أن تكون مفرجة الأصابع، ثم يمسح وجهه بباطن كفيه، ثم يمسح ظاهر كفيه، لأن باطن كفيه جاءهما التراب متى؟ عندما ضربهما على الأرض. استحب العلماء أن يمسح وجهه بباطن الكف ويمسح يديه بأطراف الأصابع لكي يبقى من التراب شيء ينتقل إلى أعضائه. الحالة الثانية إذا كان قد تيمم بخرقة، ويجوز لكل أحد أن يفعل ذلك، فيأتي بخرقة ويضرب بها الصعيد الطيب، فحينئذ نقول تمسح بالخرقة وجهك ثم تمسح بها يديك ظاهرهما وباطنهما معا. ويجب أن ننتبه أن التيمم يجب فيه استيعاب محل الفرض بالمسح. كم رأيت من المرضى إنما يمسح بعض وجهه أو أطراف أصابعه، وليس كذلك، بل يجب استيعاب محل الفرض كاملا، ومحل الفرض في اليدين إلى الكوع وهو الرسخ. طيب، عندنا مسألة مهمة جدا، وهو ما الذي يتيمم عليه؟ هنا ذكر المصنف قال يضرب التراب، وقد قال الله عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فنص على أنه منه. الآية دلتنا على ثلاثة قيود لا بد من وجودها في المتيمم به. الأمر الأول أن يكون صعيدا، ومعنى كونه صعيدا أي صاعدا على وجه الأرض متولدا منها. الثاني أن يكون طيبا، بمعنى أن يكون طاهرا، فالنجس لا يصح التيمم به. الثالث أن يكون له أجزاء تنتقل إلى الوجه واليدين. أين أخذنا هذا من الآية؟ من يذكر لي؟ غيرك أنت أخذت الجائزة. من؟ سمي شيخ. منه، قالوا لأن منه من تبعيضية، أي ينتقل إليك بعض هذا الصعيد الطيب، وما لا ينتقل منه وليس له غبار فإنه لا يتيمم به. وبناء على ذلك فإن المتيمم به درجات. الدرجة الأولى المجمع على أنه يجوز التيمم به أن يضرب المرء على الأرض وتكون الأرض ترابا لها غبار، فإن كانت ترابا في الأرض تراب له غبار فإنه يجوز التيمم به، وذلك عبر به المصنف يضرب التراب. الحالة الثانية إذا كان التراب قد انتقل عن الأرض، فأصله الصعيد لكنه انتقل إلى غيره، مثل إذا كان التراب على هذه الفرش الذي نمشي عليه، أو على شاه، أو على زرع، فضربته فخرج لك غبار فيجوز التيمم. ما دليلنا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على جدار، وتعرفون بيوت الطين إذا ضربتها غبرت يخرج منها غبار، ضرب على جدار وتيمم عليه صلى الله عليه وسلم لتخفيف حدثه، فدل على أن الصعيد إذا انتقل جاز التيمم. لكن العلماء يقولون إنه لا يلزم نقله معك، لا يلزم أن تنقل معك التراب الذي له غبار، فأنت تيمم حيث حضرتك الصلاة إن وجد، وإلا تنتقل لبدله، وسنذكر بدله بعد قليل. الحالة الثالثة أن يكون صعيدا طاهرا لكن ليس له غبار، مثل الحصى الصغير مثلا، ومثل الرمل، تعرفون الرمل نسميه النفود، النفود ليس له غبار، تضرب تصبح يدك نظيفة، امشي على الرمل رجلك ليس فيها أي أثر، هذا هل يجوز التيمم عليه أم لا؟ هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم، فالمشهور عند فقهائنا أنه لا يجوز ولا يصح التيمم بما لا غبار له كالرمل ونحوه. قالوا لأن الآيات آيتان، آية فيها منه فقيدته بذلك، وآية ليست كذلك وإنما هي مطلقة، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فيحمل المطلق على المقيد كما هو الأصل. والرواية الثانية وهي التي اختارها الشيخ تقي الدين ويميل لها المصنف وعليها الفتوى كذلك، أنه يصح التيمم على ما ليس له غبار متطاير
يدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم نقل عنه أنه تيمم حين ذهب إلى غزوة تبوك، ومن يعرف الطريق من المدينة إلى تبوك يعلم أنه يمر على رمل لا تراب فيه، فإن هناك نفودا كثيرا بينهما، فدل ذلك على أنه يجوز التيمم على الرمل. الأمر الرابع والخامس مما يتيمم عليه ما ليس صعيدا لكن له غبار، مثال ذلك مثل نشارة الخشب، ومثل الطحين، ومثل الإسمنت، فالإسمنت خلطت أشياء ثم أصبح كذلك، فنقول ما دام ليس صعيدا أصله على ظاهر الأرض فإننا نقول لا يجوز التيمم به. الأمر الخامس إذا لم يكن صعيدا ولم يكن له غبار فهل يصح التيمم عليه؟ نقول باتفاق لا يصح التيمم عليه. مثل ماذا؟ مثل من يتيمم على الجدر، بعض الناس تراه يضرب الجدار ويتيمم ويقول أفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فرق بين جدار النبي صلى الله عليه وسلم وجدارنا، فإن جداره عليه غبار صعيد منتقل من الأرض له عليه صعيد منتقل من الأرض له غبار، وأما جدرنا هذه فإن عليها طلاء أو مثل ما يوجد عندنا هنا في المسجد الحرام شرفه الله عز وجل وزاده تعظيما وتشريفا، جدره والسوار فيه من صفوان أي من رخام، فهذه لا تحمل الغبار فهذه لا يصح التيمم عليه، ومثل هذه الطاولة التي بين أيدينا. قال المصنف رحمه الله تعالى فإن ضرب مرتين فلا بأس. يقول الشيخ في صفة التيمم فإن ضرب مرتين فلا بأس، أي فإن ضرب بيديه الأرض مرتين، لأنه قد جاء في بعض طرق الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مرتين فلا بأس، لكن الأفضل والأولى أن لا يضرب بيده إلا مرة واحدة لأن أكثر الأحاديث عليه. قال الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. نعم، هذه الآية هي آية التيمم وهي الأصل فيه، وفيها من الفقه زائدا على ما سبق ذكره هو قول الله عز وجل فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وهذا يدلنا على وجوب الترتيب في التيمم. والفقهاء يقولون إنه يختلف حال التيمم، فإن كان التيمم لرفع حدث أصغر فيشترط له الترتيب، وإن كان التيمم لرفع حدث أكبر فلا يلزم كأصله. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة، متفق عليه. نعم، محل الشاهد في ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وهو قوله وطهورا أي يتطهر بها، فيجوز التطهر بالصعيد الطيب مطلقا، ويشمل ذلك ما كان له غبار وما ليس له غبار كما هو ظاهر اختيار المصنف. ومن عليه حدث أصغر لم يحل له أن يصلي ولا أن يطوف بالبيت ولا يمس المصحف. نعم، بدأ يتكلم ما الذي يمنع منه من عليه حدث أصغر أو حدث أكبر، فبدأ بمن عليه حدث أصغر، فقال من عليه حدث أصغر بأن وجد في حقه أحد نواقض الوضوء، قال لم يحل له أن يصلي لحديث ابن عمر لا يقبل الله صلاة بلا طهور، قال ولا أن يطوف بالبيت لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي، وجاء من حديث ابن عباس في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة، فسمى الطواف صلاة فدل على اشتراط الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر. الأمر الثالث قال المصنف ولا يمس المصحف، دليله قول الله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون، وجاء عند الترمذي من حديث أبي بكر بن حزم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وألا يمس القرآن إلا طاهر، فدل على أنه لا يجوز لغير المتطهر وهو من به حدث أصغر أو حدث أكبر أن يمس القرآن. ومراسيل ابن حزم اتفق العلماء على قبولها في العقول والديات فيلحق بها غيرها من المراسيل. نعم. ويزيد من عليه حدث أكبر أنه لا يقرأ شيئا من القرآن، لحديث علي رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن في شأنه كله ما لم يكن جنبا. ولا يلبث في المسجد بلا وضوء. نعم،
لنهي الله عز وجل أن الجنب عن مكثهم في المسجد، لكن إن توضأ الجنب جاز له المكث في المسجد لما جاء عن عطاء رضي الله عنه بإسناد صحيح أنه قال: أدركت 10 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون في المسجد وهم جنب إذا توضأوا. وهذا الوضوء لا يرفع الحدث وإنما يخفف الحدث، مثل تيمم النبي صلى الله عليه وسلم حينما أراد أن يرد على أبي هريرة السلام فضرب بيديه الجدار فتيمم، فهذا التيمم لتخفيف الحدث لا لرفعه. وتزيد الحائض والنفساء أنها لا تصوم ولا يحل وطئها ولا طلاقها. نعم، الحائض والنفساء ملحقة بمن عليه حدث أكبر، لكن تزيد لها أحكام خاصة بها كذلك، منها أنه لا يصح صومها ولو صامت، ولا يجزئها صومها وإمساكها، لأن الحيض والنفاس من موانع صحة الصوم فلا يصح معه الصوم. قال: ولا يحل وطئها، لأنه محرم وطء الحائض، ومن وطئ حائضا حال حيضها وجب عليه الكفارة وهو دينار أو نصف دينار. قال: ولا طلاقها، لأن هذا طلاق بدعة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر رضي الله عنهما حينما طلق زوجه في الحيض أن يراجعها، ولا يكون ذلك الأمر إلا لكونه محرما. وحرمة الطلاق لا يدل على عدم وقوعه، بل إن وقوعه واقع في قول عامة أهل العلم، بل هو ظاهر الحديث، فإن الأكثر من حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه سئل هو أو نافع أو سالم ابنه أو نافع مولاه وهم من أعلم الناس بخبره: هل حسبت تلك التطليقة؟ قال: نعم، أرأيت إن عجز واستحمق. ولم يصح بإسناد صحيح أنها لم تحسب عليه، إلا ما جاء عند أبي نعيم في المستخرج من طريق أبي الزبير المكي عن ابن عمر أنه قال: لم تحسب عليه. وهذه الرواية منكرة، نص على ذلك جمع من أهل العلم كابن عبد البر وغيره رحمة الله على الجميع. باب الحيض. نعم، بدأ المصنف بباب الحيض بعد ذكره التيمم، لأن الحيض هو من العوارض التي لا يصح معه الوضوء، فهو عارض مانع للصحة، وختمه وجعله في آخر أبواب الطهارة لأن له تعلقا بالصلاة وبالصيام وغيرها. والحيض سمي حيضا لأنه يسيل، سمي الوادي حاض الوادي، قالوا حاض الوادي إذا سال، لأن المرأة يخرج منها دم. وباب الحيض من الأبواب المهمة التي يلزم العناية بها لكثرة السؤال والاستشكال فيها، بل إن بعض من الفقهاء كالبركوي من فقهاء الحنفية نص على أنه يجب على الرجال أن يتعلموا أحكام الحيض ليفتوا نساءهم، إذ كثير من النساء يغلبهن الحياة فلا يستطيعن السؤال أو لا يستطيعن ملاقاة من يضبط هذا الباب، من يضبط هذا الباب. فلذا قال: إن معرفة أبواب الحيض واجبة على النساء للمباشرة، وواجبة على وواجب تعلمه على الرجال من باب ما لا يتم الواجب إلا به وهو واجب، كذا ذكر بعض فقهاء الحنفية. والأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض بلا حد لسنه ولا قدره ولا تكرره. نعم، هذه الجملة التي أوردها المصنف شرحها والتفصيل فيها هو صلب أهم مسائل الحيض. قبل أن نبدأ بهذا الباب لنعلم أن المرأة يخرج منها 3 أنواع من الدماء: حيض واستحاضة ونفاس. والنفاس سيفرد المصنف ربما له حديثا منفصلا، أو ربما أدخله في باب الحيض لم يتكلم عنه على سبيل الانفصال، ولكن الحيض متعلق بما بعد الولادة. يهمنا هنا ما الفرق بين الحيض والاستحاضة. والفرق بين الحيض والاستحاضة من المسائل الدقيقة، حتى أشكل على الصحابة، فإن حمنا رضي الله عنها أشكل عليها هذا الأمر. وفي صحيح مسلم أنه لما خبروا بحديث فاطمة رضي الله عنها قال الراوي: ليت أم هشام علمت بذلك، فإنها كانت تمكث أياما تبكي تترك الصلاة. فدل على أن التمييز بين الحيض والاستحاضة من المسائل المشكلة. ويمكن التمييز بين الحيض والاستحاضة بعلامات. أول هذه العلامات بالصفة، أي بصفة الدم الذي يخرج. وقد ذكروا أن الحيض يعرف بثلاث علامات: بلونه ورائحته والأوجاع المصاحبة له. دليل ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن دم الحيض دم أسود يعرف، وفي لفظ يعرف، بمعنى أن بعض الرواة ضبطه بيعرف. قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: إن دم الحيض دم أسود، يدلنا على الفرق
بين دم الحيض ودم الاستحاضة باعتبار اللون، وسأفصله بعد قليل. والأمر الثاني في قوله يعرف من العرف وهو الرائحة، فإن للحيض رائحة مغايرة لحيض الاستحاضة، فإن للحيض رائحة تعرفه المرأة في جسدها. والأمر الثالث في قوله يعرف، أي أن المرأة تعرفه بالأوجاع المصاحبة له. هذه العلامات الثلاث هي أهم العلامات التي تستطيع المرأة أن تميز بين دم الحيض من غيره باعتبار الصفة. أرجع للعلامة الأولى منها. العلامة الأولى قلنا إنها اللون. العلماء يقولون إن للحيض أربعة ألوان: السواد والحمرة والكدرة والصفرة، وكل هذه الألوان الأربع تسمى ألوان حيض. فكل ما يخرج من المرأة ليس متصفاً بواحد من هذه الأمور الأربعة الألوان فإنه يسمى لا يسمى حيضاً مطلقاً، لا نسميه استحاضة لأنه ليس دماً، لا نسميه دماً بالكلية. هذا واحد. ثانياً، هذه الألوان الأربع إذا اجتمع القوي والضعيف معاً، إذا اجتمع القوي والضعيف معاً ولم تكن المرأة معتادة، فإن القوي هو الحيض والضعيف استحاضة. فلو خرج حمرة مع كدرة فالكدرة استحاضة والحمرة حيض، ولو خرج سواد مع صفرة فالسواد هو القوي والصفرة هو الضعيف، لأن ترتيبها بالقوة السواد ثم الحمرة ثم الكدرة ثم الصفرة. عندما نقول السواد ليس المقصود به الأسود القاني الكاتم، وإنما المقصود به الحمرة الشديدة. وإذا قالوا الحمرة المراد بها الحمرة الخفيفة تسمى الزهري، يعني ألوان الزهرية الفاتحة. والكدرة هي البني، والصفرة هي الصفرة اللون الأصفر لاختلاط الدم القليل مع إفرازات المرأة. هذا الأمر الأول، وهو باعتبار أوصاف الدم، لونه ورائحته والأوجاع المصاحبة له. الأمر الثاني المهم الذي تميز به المرأة الحيض من الاستحاضة ما يتعلق بالعادة. فإن المرأة إذا كانت معتادة وانقضت عدتها وانقضت عادتها فإن الدم الذي يخرج بعد ذلك يكون دم استحاضة في الغالب. وقلت في الغالب لأنه بعد أن يتكرر امتداد الحيض أكثر من مرة نحكم بأن الزائد يكون حيضا، لأن المرأة فقدت عادتها بتكرر الزيادة عليه. صورة ذلك: امرأة اعتادت أن يأتيها الحيض 6 أيام، في شهر من الشهور امتد بها الحيض 8 أيام، نقول إن حيضك 6 الأولى فقط دون 3 الباقية. الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمكثي قدر حيضتك. فقوله أمكثي قدر حيضتك أي مدة العادة التي اعتدتيها. العلامة الثالثة باعتبار مقادير الحيض الغالب والأقل والأكثر. فقال العلماء إن كل دم يمتد أكثر من أكثر مدة الحيض فليس بدم حيض، لأن المرأة إذا خرج دمها أكثر من 15 يوما فإننا نجزم أن ما زاد عن أكثر مدة الحيض فليس بحيض، إذ أكثر حيض المرأة 15 يوما. من أين أخذنا ذلك؟ لدليلين. الدليل الأول: تمكث شطر دهرها لا تصلي. هذا يدل إن ثبت على أن شطر الدهر هو شطر الشهر وهو نصف السنة. والأمر الثاني أن العلماء عندهم قاعدة أن الأكثر هو ما زاد على النصف، فإذا مكثت المرأة أكثر من نصف الشهر بأن زادت على 15 يوما فقد مكثت أكثر شهرها وهي حائض، والأكثر يأخذ حكم الكل فكأنها حاضت الشهر كله، فلا بد أن يكون النصف فما نقص. العلامة الثانية باعتبار مدد الحيض أننا نقول أن المرأة إذا رأت دما ولم يصل إلى أقل الحيض فليس بحيض، فلو رأت نقطا ثم انقطع فليس بحيض، بل لا بد أن يستمر بها يوما وليلة
إذ أقل الحيض في قول كثير من أهل العلم أنه يوم وليلة. العلامة الثالثة باعتبار مدد الحيض باعتبار أقل الطهر، فالعلماء يقولون لقضاء علي رضي الله عنه أن أقل الطهر 13 يوما بلياليهن، فلو أن امرأة تمت عادتها ثم أتاها دم قبل انقضاء 13 يوما بلياليهن فنقول إن هذا الدم الذي خرج منها هو دم استحاضة وليس دم حيض، لأنه جاء في وقت الطهر ولم يأتي في وقت الحيض. ثم بعد ذلك نقول إذا كانت المرأة فاقدة للعادة والتمييز فليس لها عادة ولا تمييز، فإنها تمكث غالب حيض نسائها 6 أو 7 أيام كما جاء في حديث حمنة رضي الله عنها. هذه القواعد على سبيل الإجمال هي التي تضبط باب الحيض إذا عرفتها مع تفصيلها المورود في كتب الفقهاء، فتستطيع أن تميز الحيض من غيره. يقول الشيخ: الأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض بلا حد لسنه. لما قال ذلك؟ لأن بعض العلماء وهو المشهور أنهم يقولون إن كل دم يخرج من المرأة قبل 50 فليس بحيض وإنما هو استحاضة، لأنه جاء عن عائشة رضي الله عنها ذلك. والحقيقة أن الذي يسمع أسئلة النساء لا يمكن أن يفتي إلا بذلك، لأن المرأة إذا بلغت 50 من عمرها تلخبطت عليها حيضتها فأصبح الحيض والاستحاضة عندها سواء. ولذا فإن عائشة لما قالت إنه لا حيض بعد 50 الأظهر والأعلم عند الله عز وجل أنه ليس باجتهاد وإنما هو بنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا المقدر ليس معروفا عن العرب وليس معروفا في طبهم وإنما هو من قول عائشة، فالظاهر أنه بالنقل، وهذا العلم عند الله عز وجل، لكن قد نقول إنه بسبب النقل. وأنتم تعلمون أن ابن عبد البر كثيرا في بعض كتبه منها التقصي أو المسمى بالتجريد يذكر أن من علامات معرفة قول الصحابي الذي له حكم مرفوع أن يكون من المقدرات. وكذلك فالمصنف يذهب لاختيار الشيخ تقي الدين أنه لا حد للسن في أقله وأكثره، لكن في ضبط الفتوى لا يمكن أن يصار إليه إلا بمشقة. فنقول ولذلك فالفتوى على أنه لا بد أن يكون المرأة حد تحيض فيه وانقطع حيضها فيه. قال: ولا قدره، وهو حد الأكثر له، لكن قال إذا أطبق الدم على المرأة أو صار لا ينقطع عنها إلا يسيرا فإنها تكون مستحاضة. والنساء يختلفن، وحيث كانت قاعدة الفقهاء أن الأكثر يأخذ حكم الكل فإن التقدير 15 يوما متجه وقوي ولا شك. قال: ولا تكراره. قوله ولا تكراره، التكرار معتبر عند الجميع، عند المصنف وعند غيره، وإنما مراده بأن التكرار غير معتبر في المبتدأة فقط دون سائر الحيض، فإن غير المبتدأة إذا تكرر حيضها صارت ذات عادة فالتكرار حينئذ معتبر. إنما مراد المصنف أن التكرار ليس شرطاً في اعتبار الحيض عند المبتدأة، لأن الفقهاء يقولون إن المبتدأة تمكث أقل الحيض يوم وليلة أو تمكث أقل الحيض يوما وليلة حتى يتكرر حيضها 3، فإن بان أنه أكثر من يوم وليلة حكمنا بأن ما زاد للمبتدأة في أشهرها 3 مشكوك فيه فتعيد الصلاة فيه. والذي قرره المحقق من أهل العلم ومنهم المصنف والشيخ تقي الدين أنه لا يوجد هناك مشكوك يؤمر بفعل العبادة فيه ثم إعادتها بعد ذلك، فليس كذلك. إلا إن أطبق الدم على المرأة أو صار لا ينقطع عنها إلا يسيرا فإنها تصير مستحاضة. نعم، يقول الشيخ إنه إذا أطبق الدم على المرأة، قيل إن إطباق الدم بأن يزيد عن 15 يوما فيأخذ الأكثر، أو الإطباق عرفا بأن يكون أكثر شهرها عرفا الدم يخرج منها بطريقة مستمرة ولا ينقطع إلا يسيرا، فإنها حينئذ تكون مستحاضة. وما حكم المستحاضة؟ قالوا: المستحاضة تمكث غالب الحيض، لأن النساء إما أن تكون معتادة أو مميزة أو جامعة بينهما أو فاقدة لهما، فلها 4 حالات. فإن كانت معتادة فقط عملت بعادتها، وإن كانت مميزة فقط عملت بتمييزها، وإن كانت معتادة ومميزة معا فإنها تعمل بالعادة دون التمييز إلا إذا تكرر التمييز 3 فتلتغي عادتها
فحينئذ تعمل بعد ذلك بالتمييز. فإن كانت فاقدة العادة والتمييز معا فإنها تذهب إلى غالب حيض النساء وهو 6 أو 7 ليال. فقد أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجلس عادتها. نعم، ولفظه النبي صلى الله عليه وسلم قال أنكثي قدر حيضتك، وهذه اللفظة صححها أحمد وقدمها على اللفظة الأخرى التي جاءت من طريق هشام بن عروة أيضا نفس الإسناد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنكثي حيضتك، قال الأصح أنها أنكثي قدر حيضتك، فهو يحيل إلى العادة. فإن لم يكن لها عادة فإلى تمييزها، أي تعمل بتمييزها. وكيف تعرف المرأة تمييز الدم؟ بثلاثة أمور: باللون والرائحة والأوجاع المصاحبة. فإن لم يكن لها تمييز فإلى عادة النساء الغالبة 6 أيام أو 7، والله أعلم. نعم، إذا لم يكن لها تمييز بأن فقدت العادة والتمييز والدم مستمر معها، فتقول يخرج مني دم ولا أدري هل هذا الدم بسبب مرض كأورام ونحوها أو أنه هو بسبب حيضة الحيضة، فحينئذ نقول تكون مستحاضة، والمستحاضة تمكث غالبا حيض النساء 6 أو 7 أيام. لعلنا نقف هنا بمشيئة الله عز وجل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.